المقالة هذا الأسبوع بعنوان كيف نرد العدوان الإسرائيلي. طبعا هناك عدوان إسرائيلي على الحدود المصرية حدث في الأسبوع الماضي، وحدث قصف للقوات المصرية نتج عنه شهداء ومصابين. أنا بقول كيف نرد العدوان الإسرائيلي، بأبدأ بواقعة يمكن هي واقعة مش معروفة، وحقول مش معروفة ليه. الواقعة دي حصلت يوم 17 نوفمبر عام 2004. كان العسكري مجند عامر أبو بكر عامر واقف في نوبة الحراسة بتاعته في رفح المصرية، ومعاه اتنين مجندين. الساعة 3 الصبح، كلام ده 17 نوفمبر 2004، الساعة 3 الصبح جت دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا اقتربت منهم لغاية لما بقت على مسافة 20 متر من الثلاث مجندين، وبعدين أطلقت دانت مدفع عليهم أعقبتها بإطلاق نيران كثيفة. في اتنين مجندين استشهدوا فورا، وفي مجند ثالث للأسف أصيب بجراح بالغة واستشهد لما راح المستشفى. الواقعة دي بس بتأكد لنا انه اعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية تقريبا لم تتوقف اطلاقا خلال العشرة اعوام السابقة. وكان نظام مبارك بيتعمد التعتيم على هذه الاعتداءات تقربا من إسرائيل، وكان كل لما استشهد احد الضباط المصريين من القصف الإسرائيلي كان بيبقى مجرد عبارات اسف وخلاص. وحتى انا كاتب في المقالة انه في مرة من المرات كان في برضو بعض الضباط استشهدوا من قصف اسرائيلي، وكان حسني مبارك المفروض انه يقابل بنيامين نتنياهو، وهو كان حسني مبارك يقول عن نتنياهو صديقي العزيز، فكان المفروض يقابل صديقه العزيز. وبعدين اجتمعوا فعلا الوفدين المصري والاسرائيلي، وبعد نهاية الاجتماع في صحفي اجنبي سأل حسني مبارك هل سألت نتنياهو عن الشهداء او الضحايا المصريين الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي. اجابة مبارك كانت مستفزة جدا، لانه قال للصحفي وماذا تريد لنتنياهو ان يفعل، عايزه يعمل ايه يعني، لقد اعتذر وانتهى الامر. طبعا للأسف دي كانت سياسة حسني مبارك، وكانت قائمة على ارضاء اسرائيل بكل الطرق. من يمكن سنة 2005 بدأ حسني مبارك في المبالغة في إرضاء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، عمل لها كل شيء تقريبا، بدءا من الإفراج عن عزام وهو جاسوس إسرائيلي معترف ومحاكم أمام محكمة مدنية. أوقف حسني مبارك العقوبة وبعته ورجعه لإسرائيل، وقال دي هدية صغيرة، قال هذا التصريح ولم ينشر في مصر ولكن نشر في الصحافة الغربية. حسني مبارك قال افراج عن عزام دي هدية صغيرة لصديقي أرييل شارون، في الوقت ده كان شارون لسه لم يمرض كان بصحته. عمل الاتفاقيات الغاز، وباع لإسرائيل غاز بأقل من الأسعار العالمية بنسبة كبيرة جدا، وثبت السعر لسنوات طويلة، وده لم يحدث إطلاقا في اتفاقيات الغاز في العالم. باع لإسرائيل الأسمنت، كان بيضغط على حركة حماس طوال الوقت إرضاء لمطالب إسرائيل. وليه طيب يعني، لما نتساءل لماذا كان حسني مبارك حريصا هذا الحرص على إرضاء الحكومات الإسرائيلية؟ الإجابة أن حسني مبارك كان يريد أن يكسب اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية لصالح التوريث، بمعنى أنه لما يرضي إسرائيل فإسرائيل تستعمل اللوبي الصهيوني الذي هو قوي جدا في الإدارة الأمريكية، بحيث أنه هو يستطيع أن يمرر مشروع توريث الحكم من حسني مبارك إلى ابنه جمال. وقد كان يعني إيباك اللي هي المنظمة الصهيونية الأم في الولايات المتحدة كانت بتتبنى موقف أنه أفضل شيء لمصر هو أن جمال مبارك يجي محل حسني مبارك، وبالتالي كانت هو ده الأسلوب اللي اتبعه حسني مبارك. اللي الشهداء اللي ماتوا خلال السنوات العديدة السابقة من قصف إسرائيلي الحقيقة لم يأخذوا حقوقهم إطلاقا، باستثناء واقعة واحدة اللي أنا حكيتها. هقول ليه بقى باستثناء الواقعة دي،
اللي هم الثلاث مجندين اللي استشهدوا على الحدود سنة 2004، اللي حصل الآتي، انه اهلهم او اسرهم رفعوا قضية تعويض، فالقضاء المصري العظيم اداهم حكم تاريخي. ايه هو الحكم التاريخي؟ اعطى لكل شهيد او اسرة شهيد تعويض مبلغ 10 مليون دولار، وعشرة مليون دولار ملزمة للحكومة الاسرائيلية. طب ليه 10 مليون دولار؟ لانه القاضي العظيم قال انه ده المبلغ اللي حكمت بيه المحاكم الدولية لكل ضحية من ضحايا لوكاربي في الطائرة اللي سقطت فوق اسكتلندا. وبالتالي القاضي المصري العظيم قال انه يجب ان تكون قيمة النفس الانسانية واحدة، وطالما المحاكم الدولية حكمت للضحية الواحدة ب10 مليون دولار، فنحن ايضا نحكم للشهيد المصري ب10 مليون دولار. هذا الحكم تاريخي، وصدر من الدائرة 4 تعويضات من محكمة استئناف القاهرة، وكانت الدائرة برئاسة المستشار احمد البرديسي وعضوية المستشارين حمدي غانم واحمد سليمان وحضور امين السر سعيد زهير. هذا الحكم لم ينفذ حتى الان، لانه طبعا لم تتوفر الارادة السياسية ايام مبارك لتنفيذه، ولكن هو يصلح دلوقتي لانه نفذ، ويصلح كقاعدة للضغط على الحكومة الاسرائيلية على انها تضع، على انها تدفع تعويضات لكل اسر الشهداء الذين قتلتهم ظلما وعدوانا. بناقش في المقالة الغضب العارم اللي موجود في مصر الان من العدوان الاسرائيلي. هذا الغضب اسبابه كثيرة. اولا الظلم، انه يكون في قوات ليست لا تحارب، قوات بتعمل واجبها في حراسة حدود بلدها، فيتم القصف عليها وقتلها، ده رقم واحد. رقم اتنين انه الوجدان المصري مشبع بالغضب نحو اسرائيل نتيجة للجرائم الاسرائيلية البشعة المتوالية ضد اهلنا في فلسطين وفي بالذات في قطاع غزة. ثالثا لانه المصريون يريدون ان يرسلوا لاسرائيل رسالة ان حسني مبارك قد انتهى، وان الزمن الذي كانت اسرائيل فيه ترتكب ما تشاء من جرائم في حق الشعب المصري وتفلت من العقاب، هذا الزمن قد انتهى بالثورة، ولابد انه بعد الثورة يكون في معاملة اخرى لاسرائيل. بطرح سؤال في المقالة، لماذا اخترقت اسرائيل الحدود المصرية واعتدت على جنودنا الان بالذات؟ يعني دي نقطة مهمة. اللي عملته اسرائيل ده بالمناسبة غير مسبوق، لم يحدث، يعني لم يحدث اطلاقا انه حصل اختراق للحدود. كان دايما بيقتربوا من الحدود ويعملوا قصف من بعيد. هذا الاختراق استفزازي جدا، ان هناك قوات تخترق حدود دولة اخرى وتقتل الضباط والجنود. هذا الاستفزاز عودتنا اسرائيل ان استفزازها دائما بيكون وراء هدف، يعني لا، الاستفزاز الاسرائيلي لا يكون ابدا مجانا ولا يكون ابدا عشوائيا. فانا بطرح السؤال، ليه اسرائيل عملت هذا الاختراق للحدود الان وليس من قبل؟ قلت عشان اجابة هذا السؤال لابد ان احنا نحلل موقف اسرائيل من الثورة المصرية. وعشان احلل موقف اسرائيل من الثورة المصرية رجعت لمقالة مهمة جدا كتبها كاتب امريكي مهم جدا اسمه نعوم تشومسكي. نعوم تشومسكي هو كاتب امريكي يهودي صحيح، ولكنه معادي لاسرائيل ومناصر للحقوق العربية، وكاتب له وزنه على المستوى العالمي. عمل ايه نعوم تشومسكي؟ كتب في يوم 4 فبراير، 4 فبراير يعني قبل تنحي حسني مبارك، كتب تعليق على الثورة المصرية في مقال مهم في جريدة الجارديان البريطانية. قال فيه ايه؟ تشومسكي قال انه المقولة الشائعة بان امريكا وحلفائها لن يسمحوا بالديمقراطية في مصر خوفا من الاسلاميين، كلام ده بيتردد، انه امريكا لن تسمح بالديمقراطية خوفا من الاسلاميين او خوفا من الاخوان المسلمين. تشومسكي بيقول ان هذا الكلام غير صحيح، لسبب، لانه الولايات المتحدة تحالفت كثيرا مع اسلاميين طالما ده بيحقق مصالح، وضرب مثلين، ضرب مثل بتحالف الولايات المتحدة مع السعودية على مدى عقود، السعودية تعتبر
أقرب حليف للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل مباشرة، ورغم أن السعودية هي موطن الأفكار الوهابية المتشددة. ده أول مثل ضربه. تاني مثل ضربه بالجنرال ضياء الحق في باكستان، وقال أن هذا الجنرال كان حليفا قويا جدا للولايات المتحدة، وهو من أكثر الحكام الاستبداديين إجراما، اللي هو جنرال ضياء الحق. ورغم هذا هو تظاهر بتطبيق الشريعة وطبق برنامجا صارما للشريعة أنفقت عليه الحكومة السعودية. فالراجل بيقول نعوم شومسكي أنه موضوع أنه الولايات المتحدة لا تسمح بالديمقراطية علشان الإسلاميين لا يصلوا إلى الحكم، ده أوهام. بيقول ده غير صحيح. أمال إيه الحقيقة؟ بيقول أنه الحقيقة أنه الولايات المتحدة لن تسمح بالديمقراطية في مصر حتى لا تكون مصر مستقلة. هو ده الموضوع. هو بيقول أنه الخطر بالنسبة لمصالح أمريكا مش وصول الإسلاميين للحكم، ولكن أن تكون مصر مستقلة. وبالتالي خلي بالكم، هذا الرجل المفكر الكبير كتب هذا الكلام يوم 4 فبراير، لما ما كانش حد عارف بما فيهم الناس اللي اشتركوا في الثورة اللي هيحصل. كتب جملة مدهشة الحقيقة مبكرا جدا، قال انه الولايات المتحدة اذا استمر الضغط الشعبي في مصر، اذا استمرت الثورة المصرية، سوف تقبل الولايات المتحدة بالاطاحة بحسن مبارك. تحت ضغط الثورة ستقبل امريكا بالاطاحة بحكم مبارك، ولكن بشرط ان الولايات المتحدة ستبذل كل جهدها لكي يتولى الحكم بعد مبارك رئيس مصري لا يخرج ابدا عن المسار المرسوم. شوفوا بقى ازاي، يعني هنسيب لكم مبارك طالما زعلانين منه، ولكن كالولايات المتحدة هتعمل مجهود علشان اللي يتولى الرئاسة بعد كده ما يخرجش عن المسار المرسوم لمبارك. وانا كاتب هنا نتأمل المحاولات المستميتة للدفع بعمر سليمان واحمد شفيق الى رئاسة الجمهورية. استطيع ان افهم الان ليه في استماتة للدفع بعمر سليمان واحمد شفيق يبقوا بدل حسني مبارك بناء على هذه القاعدة. انتهى كلام تشومسكي، وانا بقول انه تشومسكي ده رجل له بصيرة، لانه الكلام ده كتبه يوم 4 فبراير، ما كانش حد عارف يعني الى ما تقول الامور. اللي عايز اقوله ان اسرائيل تراقب بانتباه ما يحدث في مصر، وهي لا تريد لمصر ان تكون دولة ديمقراطية. ليه؟ لانها تعلم امكانات مصر، وتعلم انه مصر تتوفر لها امكانات لا توجد لدولة اخرى في المنطقة، وان مصر الديمقراطية ستكون دولة عملاقة كبرى تقود المنطقة وتحدد ما يحدث في المنطقة باسرها. وطبعا اسرائيل لا تريد هذا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اسرائيل كانت في تقديري، ده تقديري انا، اسرائيل كانت تراقب ما يحدث في مصر، ولم يكن ما يحدث في مصر يستدعي التدخل الاسرائيلي. ليه؟ لانه ما يحدث في مصر كان الوضع مرتبك جدا والرؤية مشوشة، وعملنا استفتاء على تعديل دستوري ثم تم الغائه باعلان دستوري، وفي انفلات امني، وفي السياحة في حالة سيئة، والاقتصاد في حالة سيئة، وبعدين في انقسام بين القوى الوطنية، ما بين يعني المنتمين للإسلام السياسي وما بين المناصرين للدولة الديمقراطية المدنية. وبالتالي الوضع في مصر كان وضع سيء أساسا خلال الستة أشهر الماضية، فلم يكن يحتاج إلى تدخل إسرائيل. طب أمال إسرائيل تدخلت إمتى؟ إسرائيل حقيقة تدخلت في تقديري لما ابتدى الوضع ينصلح، يعني فجأة بمبادرة من المجلس العسكري الذي كان خارجا لتوه من مواجهات مؤسفة مع شباب الثورة، فجأة المجلس العسكري راح متكلم مع الأزهر، فالأزهر عمل وثيقة لشكل الدولة المصرية القادمة، توافقت على هذه الوثيقة القوى الوطنية المصرية جميعا بما فيهم السلفيون اللي هم متشددين جدا، ولكن هم وافقوا على الوثيقة، وكل الناس وقفوا على الوثيقة حتى المرشحين للرئاسة. يبقى كده انتهى موضوع الجدل بين الدستور اولا والانتخابات اولا. يبقى القوى الوطنية توحدت من جديد. يبقى كان المطلوب ان احنا
هنكلم المجلس العسكري عشان يعمل لنا ضمانات للانتخابات ثم نقدم على الانتخابات. يبقى مصر اقتربت من التغير الديمقراطي الحقيقي. هنا لابد لإسرائيل أن تتدخل، لازم إسرائيل تتدخل. والتدخل الإسرائيل في تقديري حصل بخطوتين مش بخطوة واحدة. أول خطوة وجود جماعات مسلحة تسليحا كثيفا وجماعات مشبوهة ما نعرفش جات منين، وهجمت سام الشرطة اللي موجودة في سيناء وهجمت الناس وقتلت منهم وعملت زعزعة في استقرار سيناء علشان تبرر للعدوان الإسرائيلي. يعني ظهور الجماعات ده كان معناه ايه؟ معناه ان احنا بنقول للعالم ان الدولة المصرية فقدت سيطرتها على سيناء. يبقى في الحالة دي إسرائيل لما تخش سيناء بقواتها يبقى هناك تبرير أمام الرأي العام العالمي. وقد كان وفعلا إسرائيل دخلت بالقوات بتاعتها وقتلت من قتلته من الشهداء. طب الغرض من العدوان ده إيه؟ أولا إرباك السلطة القائمة في مصر وإظهارها بمظهر العاجز عن حماية الوطن. ثانيا إيقاف التحول الديمقراطي. ثالثا وخلي بالكم إن ده في تقديري ممكن يكون هدف وهدف مستتر، ممكن يكون الهدف هو استدراج مصر لعملية عسكرية تقضي على الثورة قضاء نهائي. طيب ايه العمل بقى؟ ماذا نعمل الان؟ انا قلت ان الخطوات اللي المفروض نعملها حتى نرد على العدوان الاسرائيلي، اولا طرد السفير الاسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من اسرائيل والبدء فورا في اجراءات قانونية وملاحقات قانونية استنادا لحكم العظيم بتاع المستشار البرديسي بالتعويض للشهداء 10 مليون دولار للشهيد. الاستناد لهذا الحكم وعمل معركة قضائية دولية هتكبد إسرائيل ملايين الدولارات عن حق على ثمنا للأرواح المصرية الطاهرة التي قتلتها. ثانيا لابد من مراجعة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تربطنا بإسرائيل بدءا من اتفاقية الكويز الى اتفاقية بيع الغاز وتصدير الاسمنت. هذه الاتفاقيات كلها اما انها يتم الغائها او يعاد مراجعتها. وعايز انبه هنا لانه اسرائيل تتألم فعلا للعقوبة الاقتصادية اكثر بكثير مما تتألم من الادانة المعنوية. ليه؟ لانه اسرائيل ربما تكون اكثر دولة في العالم تم ادانتها معنويا. يعني في الامم المتحدة القرارات التي تدين اسرائيل معنويا تملى يمكن تملى مكتب بحاله، واسرائيل لا تعبأ بالإدانة المعنوية. انما انت تؤذي اسرائيل فعلا وتؤلمها فعلا بالعقوبات الاقتصادية. نمرة ثلاثة لابد على الرد، احنا بنرد على شكوى اسرائيل بانعدام الامن بان احنا نطلب تعديل معاهدة كامب ديفيد، وده من حقنا علشان الجيش المصري يستطيع ان يبسط قواته الى نهاية سيناء. في جزء كبير جدا بناء على المعاهدة لا يستطيع الجيش المصري ان يبسط قواته في هذا الجزء. ولو اسرائيل اعترضت نلجأ للتحكيم الدولي كما هو منصوص في المعاهدة، ولدينا من خبراء القانون الدولي في مصر خبراء كبار يستطيعون ان ينتزعوا الحقوق المصرية كما فعلوا من قبل في التحكيم بتاع مدينة طابة. واجبنا الان ان ندعم القوات المسلحة بلا جدال، كلنا نقف صفا واحدا خلف القوات المسلحة في المواجهة مع اسرائيل. ولكن في نفس الوقت علينا ان نطالب المجلس العسكري بسرعة اجراء انتخابات نزيهة وعمل ضمانات نزيهة لهذه الانتخابات. لو انتخابات في مصر تم اعادتها بنفس الجهاز الاداري بتاع حسني مبارك هتيجي نتائجها زي نتائج انتخابات حسني مبارك. اللي مطلوب مطالب معروفة جدا هكررها بسرعة: الإسراع باستقلال القضاء، استبعاد القضاء الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات من قبل، تطهير الشرطة من الضباط المزورين والفاسدين، تغيير السيد النائب العام الذي اضطر إلى موائمات سياسية كثيرة في عهد مبارك، وتعيين نائب عام جديد يعبر عن الثورة زي المستشار زكريا عبد العزيز أو أشرف البارودي أو هشام البسطويسي أو غيرهم من رموز الاستقلال القضاء، إيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين فورا وإعادة والإفراج عن المعتقلين في السجن الحربي وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، منع استعمال دور العبادة الإسلامية والمسيحية في الدعاية الانتخابية،
اعطاء المصريين في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات، واخيرا قبول الرقابة الدولية على الانتخابات كدليل على نزاهتها امام العالم كله. هذه الضمانات يعملها لنا المجلس العسكري، انا شايف ان هو ده الحل، يعجل بها المجلس العسكري ثم يعجل بالانتخابات، فتأتي اول حكومة ديمقراطية منتخبة في مصر منذ 60 عاما لتتولى السلطة وتعبر عن إرادة الشعب المصري، ثم يعود المجلس العسكري إلى سكناته ليتولى مهمته الأصيلة في الحفاظ على الأمن المصري. هذا هو الحل، وهذه هي الطريقة لرد العدوان الإسرائيلي كما أراها. وأشكركم، وموعدنا الأسبوع القادم.